الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال ابن رجب طيب الله ثراه: لما كان الله تعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام وليس كل أحد قادرا على ذلك، فرض ربنا سبحانه على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في هذه العشر على أعمال يعملها في بيته تكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهنا قد يتساءل البعض: لماذا خص الجهاد بالذات فضلا عن باقي الأعمال الصالحة؟ فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب. قال ربنا عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ومع ذلك يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. أرجو أن تكونوا قد استوعبتم عظم فضل هذه الأيام عند ربنا جل جلاله. أيها الأفاضل، ربنا سبحانه يحب منا العمل الصالح في هذه الأيام أكثر من غيرها من الأيام، فاجتهد أيها الحبيب أن يكون لك في كل باب من أبواب الخير حظ وافر، ولا تحصر نفسك في باب واحد، واعلم أن هناك من رزقه الله حج بيته الحرام فهو الآن يعيش في خير بقاع الأرض. أسأل الله أن يرزقنا وأن يرزق كل مشتاق. آمين. أيها الحبيب، سبل الخيرات لا تنقطع، وأبواب العمل الصالح لا تغلق، وربما تجبر وتسعد في دنياك وأخراك بعمل قد تراه أنت حقيرا صغيرا. مر رجل بغصن انكسر من شجرة فسد على الناس طريقهم، أغلق عليهم سيرهم، فقال هذا الرجل الطيب: لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخله الله الجنة. وبغي من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، أعزكم الله، مرت على كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت نوقها أي خفها ونزلت إلى البئر ووضعت في ذلك الخف قليلا من الماء ثم صعدت من البئر. هذا بالنسبة للنساء مجهود كبير، بذلت مجهودا عظيما ثم صعدت من البئر وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمريض وحد رب البرايا؟ ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أي فضل هذا؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
والقائم الليل، الصائم النهار، القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر، ماذا نريد بعد ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يا الله، ماذا عمل بلال؟ أكيد عمل عملا عظيما. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أي كرم من هذا؟ وأختم بهذا الحديث. قال أبو ذر رضي الله عنه يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إن عمل به العبد دخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله، يؤمن بالله. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، يعني ما فيش عمل يعمله مع الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما رزقه الله، يعني ينفق مما آتاه الله. قلت: يا رسول الله، فإن كان معدما لا شيء له، ما معهوش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقول معروفا بلسانه. قلت: يا رسول الله، فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، ما بيقدرش يتكلم، ما بيعرفش يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق، يعني يساعد رجلا مريضا أو أبلها لا يحسن التصرف، يصنع لأخرق. فقال أبو ذر: فإن كان أخرق، يعني إن كان هو الأخرق الذي يحتاج أن يساعده الناس، ماذا يصنع هذا الرجل؟ فالتفت النبي إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير فليكف عن الناس أذاه. هذا من أعظم الخير ومن أفضل أبواب العمل الصالح. يا أخي، كف أذاك عن الناس، كف لسانك عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن الخوض في أعراض الأحياء والأموات، كف نفسك عن التطلع إلى أحوال الناس، عن النظر إلى أحوال الناس وتصيد أخطائهم وتتبع ذلاتهم. أنا سألك سؤالا واحدا: هل هذا ينفعك في دينك؟ هل هذا ينفعك في دنياك؟ طيب، لماذا تقحم نفسك في شيء لا ينفعك لا في دنيا ولا في آخرة؟ لماذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللي ما يعنيكش ما يلزمكش، ما عودش قطع على ده وقطع على ده واخد بالي من ده، وده راح فين وده جه منين وده بيقبض كام وده سافر والتاني رجع من السفر، الله الله الله، ده الاشياء بقت معدن والعيشة ارتاحت والفلوس بقت تلعب في ايده. معلش، وانت مالك؟ ما يخصكش. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته، نسأل الله العافية. فليكف عن الناس أذاه. فقال أبو ذر: يا رسول الله، هذه كلمة تيسير، أنت بتقول لي كلمتين يصبروني وخلاص، يخفف عني والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة من هذه الخصال يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. وثمة كلمة أخيرة أقول: من لم يذهب إلى البيت لأن مناله منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه أقرب إلى من قصده من حبل الوريد. ومن فاته النزول بمنى فليسك بالعبرات هنا. من لم يستطع أن يتمكن من النزول بعرفات فليجتهد في استدراك ما فات. ومن لم يقدر على المبيت بمزدلفة
فقد تيسرت له هنا طاعات مختلفة، فأين المجد الصادق؟ فإنما يفوز بالجنات السابق. لقد وضح الأمر وظهر الطريق، ولكن قل السالك على التحقيق. أحبتي في الله، هذه أبواب الخير مفتحة، فاستبقوا الخيرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أحسنت يا محمود، ربنا يبارك فيك واجعل ذلك في ميزان أعمالك إن شاء الله.